طب يعني هل بتنصحي، لان المعلومه دي انا سمعتها قبل كده، اي حد قبل ما يعمل دايت يعمل فحوصات معينه عشان يقدر يعرف هو التخن اصلا سببه وراثي ولا اكل كتير ولا حاجه هرمونز غده او حاجات زي كده او نقص فيتامينز معينه؟ بصي، هي بتبقى منظومه معينه. يعني ايه؟ لو حد بيعمل دايت ما بيخسش لازم نطلب اكوردنجلي تحاليل معينه، لان اكيد في عائق هرموني مخليه ما يخسش. لكن غالبا اللي بيتخن بيبقى جينات، لان هو في ناس بتاكل ما بتتخنش، عارفهم انت طبعا. بس كنت مش باكل قوي يعني، محظوظين محظوظين، بس في ناس بتاكل ما بتتخنش، دي جيناتك. فهو اللي بياكل بيتخن، فزي ما انت قلتي، هو عامل وراثي ولا بياكل كتير؟ هو الاثنين، هو عامل وراثي وبياكل كتير.